من لما وقعت الفاجعة اللي دمرت حياتها وبدل ما تنهار، قررت زينة قاسم انها تلملم ذاتها وتحول مأساتها الى خدمة مجتمع ما زال لغاية اليوم عم بيعاني من غياب قانون سير بيحمي ابنائه. قانون سير لو كان موجود وعم يتطبق مثل كل دولة متمدنة ما كان راح طلال قاسم ضحية اهمال الدولة اللبنانية. أمام استهتار السلطات المعنية، أسست زينة قاسم جمعية رودز فور لايف اللي بتقدم الإسعافات الأولية خلال الساعة الذهبية للضحية. وللاستمرار بكفاحها اليومي، أطلقت أيضاً كتاب عبور بنسخته العربية والفرنسية لسعادة بالعبور من الموت إلى الحياة. كتبت فيه كل يعني الطريق اللي عبرتها مع طلال، ولحتى يمكن ظهر كل مشاعري اللي كنت أنا خبيتها لأحمي العائلة، وإن شاء الله تساعد يساعد هالكتاب لناس اللي كمان مرقوا بهالتجربة. عبور كتاب كتير فيه من الإحساس، كتير فيه من الروحانيات، كتير فيه من الصدق، كتير فيه من الأمومة، كتير فيه من الحزن، بس بذات وقت الأمل. Ce livre-là, je vais dire le cœur à nu, hein, avec bien sûr des moments réconfort, des moments d'affliction, bien sûr, mais je crois que c'est normal, c'est la vie. نتعلم منا درس بالحياة، كيف الإنسان بيقدر يتعالى أوقات على جروحه وعلى مصابه ليحوله إلى شيء بيقدر ينفع المجتمع وما يتقوقع بحزنه. عبور طلال من هالحياة الفانية للعالم الآخر، وهي عبورة من مرحلة من حياتها لمرحلة تانية. فقدان ولد منه هين، بس هي عبرتها بتألق. طلال يمكن من خلال القدرة الإلهية قدر أنه يساعدها لزينة لحتى تعمل المستحيل لتأسس الجمعية، وبعدين هلأ لتكتب هيدا الكتاب لتحكي عن القصة وكيف انتقلت من مرحلة لمرحلة وشو هو اللي قواها وخليها تنتقل بهالمراحل كلها. بقاعة بيير أبو خاطر بجامعة القديس يوسف، حيث اجتمع كل أصدقاء زينة قاسم وكل شخص آمن بأهمية عملها، وقعت زينة كتاب عبور الصادر عن دار العلم للملايين باللغة العربية، وكتاب لاترافيرسي بنسخته الفرنسية الصادر عن دار تاميراز، بمداخلة من الوزير السابق زياد بارود، رئيس جمعية المقاصد الإسلامية أمين الدعوق، والأب بيير فيتوك اللي واكب العائلة بكل مأساتها. نحن بيكبر قلبنا وقت نلاقي ناس عم بيعملوا من المعاناة عمل لكل البلد، لكل لبنان، هيدا اللي بيقوي القلب. ايه هيدا الشيء ضروري، بس نحن عندنا كثير مشاكل، يعني انه من ضمن هالمشاكل عندنا هيدي، يا ريت فينا نحل كل المشاكل بس صعب شوي. مصيبة كبيرة حلت عليها، بس هي استعملتها بشغلة بوزيتيف كثير، بطريقة انه تفيد غيرها لحتى كمان تخفف هالعبء وهالمصيبة اللي استحلت عليها حتى ما تحل على عيال تانية. مرة عظيمة، مرة عظيمة، حس المحنة اللي مرقت فيها، في كثير ستات، في كتير أمهات ما بيقوموا منها، ما بيقوموا، بيضلوا كل حياتهم. كتير أمرار صاروا الأفران عم بيعملوا شغل الدولة، يا ريت الدولة بتفكر هي تعمل هالشغل يلي عم بيطور حياة المجتمع المدني. الله يقويها ويصبرها ويقوي كل شخص بيمرق بهيك يعني محنة ويساعده أنه يتخطاها. عبور أو لا ترافيرسي قصة ألم، صرخة ونضال أم عم بتعاني يوم بعد يوم من غياب ابنها، وهي صرخة أم عم بتكافح لما يبقى ولا أم عم تبكي على ابنها.